طبعا مشاهدين، عمليات الانف ليست بالعمليات الجديده، انما هي قديمه جدا، ولكن زادت بالفتره الاخيره. طبعا هي العمليات لاسباب عديده، منها ثقافه المجتمع اللي عم نعيش فيه، واصبحت الى رواج شام هذا النوع من العمليات، وممكن صحيح. ايضا اصبح له علاقه بمتطلبات العمل ايضا صحيح. الشكل والمظهر الجيد. وفي كمان اسباب عديده بتتعلق بعمليات تجميل الانف، منها لاسباب صحيه ومنها اسباب تجميليه وتصحيح بعض العيوب الخلقيه. والنساء أكثر إقبالاً على هذا النوع من العمليات صحيح. فينا نقول أنه هي أكثر فينا تهتم بمظهرها وشكلها صحيح. الخارجي. اليوم رح نحكي أكثر عن سلبيات وإيجابيات هي العمليات، تحديداً مع الدكتور أحمد عبد الكريم مصطفى، اختصاصي أذن وأنف وحنجرة. يعطيك العافية دكتور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور، ونورتنا طبعاً ببرنامج دامسكم. بداية الدكتور، خلينا نحكي عن، أنا نوهت بالفقرة أنه هي مانا، في ناس بتفكر أنها هي جديدة العملية، وأنه آخر 10 سنين هي هلأ بلشت وكثرت وزادت، ولكن كنا عم نحكي قبل انه هي لا، ما أنا جديده العمليه. عمليات تجميل الانف عمليات قديمه، حتى ب يعني الثقافات القديمه الهنديه والفرعونيه ذكر كانت موجوده بعض المنشورات عن عمليات تعديل للوجه ومنها عمليات الانف، لكن بالسابق كان الاهداف يعني محدوده بشكل خاص للحالات التشوهات، حالات الضياع المادي، يعني كانت تاخذ شكل ترميمي اكثر منه تجميلي. اخذت هي الجراحه شكلها يعني وزادت الحاجه لها بشكل واضح، وبالتالي تطورت ك يعني تكنيك جراحي وكأداء بعد الحرب العالميه الثانيه بسبب التشوهات الكبيره اللي صارت خلال هي الفتره والاصابات الحربيه اللي ادت لتشوهات بالوجه وبالانف. وكان الهدف الأساسي فيها كمان ترميمي، لكن عمليات التجميل يعني بالنص الأخير أو بالربع الأخير من القرن العشرين أخذت دور كتير كبير، وكانت مرتبطة بتطور الثقافات بالنسبة لموضوع الجمال والظهور وتوازن الجمال الوجهي، وخصوصا الأنف أنه بيشغل الثلث المتوسط من الوجه، فأي يعني اضطراب فيه أو أي تعديل رح يترك اضطراب على توازن جمال الوجه وعلى جمال الوجه بشكل عام. تماما، يعني مثل ما ذكرنا هي من اقدم العمليات واصبحت ليست حكرا على المشاهير، صار في كل العالم فيها تعمل عمليه تجميل الانف. حضرتك كطبيب مختص، امتى بتقول للمريضه ايه انا موافق اعمل لك عمليه وامتى لا؟ هلا لنحكي بشكل خاص، اهداف عمليه جراحه التجميل الانفي هي أهداف مشتركة، أهداف طبية وأهداف تجميلية. الهدف التجميلي طبعا هو مطلب شخصي، يعني مثل ما بيشوف الشخص أنه هو بحاجة لتعديل شكله، لكن واجب الطبيب بهي الحالة أنه يدرس الأنف ضمن الوجه، يعني يعطي المريض يعني المفاهيم الأساسية لجمال الوجه، وإذا كان فعلا ما في اضطراب انفي يحتاج للجراحه لازم يشرح هي النقطه للدكتور. هي النقطه ليش مهمه؟ يعني صارت هي الجراحه سوق عمل بدر اموال كثير، يعني في ناس عم تدخل بما يتعلق بهذا الاختصاص تحديدا كرمال الرواج اللي عم بيصير على العمليات ومدخول المال الكبير. اليوم قد ايه مهم الطبيب عن جد ينصح ولو كان بغض النظر عن الموضوع المالي؟ كل تاكيد، ونحن هلا بحاجه انه نحكي عن هي الجراحات لانه صار فيها شيوع كبير، تعددت الاختصاصات الجراحية اللي بتقوم بهي الجراحة صحيح. عم نشوف صار عندنا جمهور كتير كبير من مجملي الأنف اللي عم يعانوا من مشاكل تنفسية بعد جراحة التجميل، لذلك هي الجراحة هي جراحة كتير دقيقة ومهمة، ومهم الحديث عنها ومهم الحديث عن اختلاطاتها وعن عقابيل هي الجراحة، يعني الآثار السيئة اللي ممكن تتركها بعد الجراحة حتى على الأمد البعيد. بكل يعني شفافية نحن عم نشوف يعني زيادة أو فرط استطباب بعمليات تجميل الأنف. مو كل يعني الأشخاص اللي عم يقوموا بهي العملية هنن حقيقة بحاجة لهي العملية. الترند اللي عم الترند العام اللي عم تعمله السوشيال ميديا عم يخلي الإنسان غير راضي عن شكله صحيح، وخصوصا يعني السيدات، وبخص بالذكر يعني صغار السن اللي بيكون لسه مفهومهم للشكل غير ناضج تماما، ف
فأي تعديل مرتبط بصورة وبمظهر برامج الفلتر هي الفلاتر فلاتر الوجه وتحديدا بعد ظهور صور السيلفي على الموبايل فالإنسان صار عم يشوف أو الصبية عم تشوف يعني وشها بمظاهر غير اعتيادية يعني هلا بيجونا كثير مصورين الوجه من جوانب متعددة وإنه أنا أنفي بالصورة هي ما عم يظهر بشكل مزبوط فأنا بدي عملية تجميل هي المظاهر هي ليست مظاهر طبيعية يعني الإنسان يعني ما بيظهر بالشكل الطبيعي بهذا الموضوع دكتور اليوم أي حد عم يعمل عملية تجميل بيقول لك لا أنا عم بعمل انحراف وتيرة شو علاقة أو جيوب أنفية أو ناميات وهي الناميات للأطفال هذا فليش الواحد شو علاقة عملية تجميل الأنف بالوتيرة تحديدا صحيح هلا والوتيرة الأنفية هي العمود اللي بيدعم هيكل الأنف وهي بتقسم الأنف لقسمين فلما بيصير فيها اضطراب أو انحراف هذا الاضطراب بيأثر على الوظيفة وقد يؤثر على الشكل خصوصا بالحالات الرضية لما بيصير في عنا ازياد رضية بتؤدي لانحراف وتيرة مثل تماما السارية او عمود الخيمة لما بيميل فالهيكل اللي عم يحمله بده يميل الخيمة بده تميل والانف هيكل الانف او هرم الانف هو مدعوم من الوتيرة بشكل اساسي فأي اضطراب فيها ممكن يأثر على يعني ثبات الأنف وتناظره دكتور الآثار الجانبية ما بعد العملية دائما بيكون في آثار وهي إلى طبيعة بجسم معين عن آخر ولا لا هي هذا هي الآثار موجودة عند الكل ولكن بتزيد بسبب حالات معينة بسبب الإجراء العملية طبعا شفنا بعض الحالات اللي يعني انتهت بكوارث بعد عمليات جراحة الأنف كان السبب منها قلة الحرص الطبي قبل العمل الجراحي عملية جراحة الأنف هي عملية جراحية مثل أي عمل جراحي لازم يقوم بدراسة كاملة بيولوجية للجسم يعني بما فيها خضاب الدم لازم نعرف المريض إذا عنده سوابق مرضية سكري أو اضطرابات بوظيفة الكلية أو اضطرابات بوظيفة الكبد أي اضطراب أو كان المريض يعني قيد المعالجة لمرض ما يوقف العمل. كله لازم يتاخذ بعين الاعتبار بعض الأشخاص اللي عندهم حساسية بالطرق التنفسية خصوصا التهاب الأنف التحسسي والربو هدول كمان لهم معاملة خاصة فالمريض مثله مثل أي عمل جراحي تاني لازم ما نستسهل يعني الدخول للعمل الجراحي شو أكتر شيء دكتور بيبين معكم ما بعد العملية؟ لا الأشخاص اللي عندهم مثلا حالات ربوية ممكن يعني يصير عنده اضطراب تنفسي أثناء العمل الجراحي خصوصا إذا دخل بشيء بنسميه تشنج قصبي أو حالة ربوية مثلا نحن بنكون عم نعمل عمل تجميلي وكمالي ننتهي بوضع طبي حرج هذا الوضع الطبي أكيد طبيب التخدير عنده المقدرة والمعرفة يتعامل معه لكن نحن فينا نتفاداه إذا كان المريض مدروس بشكل جيد قبل العمل الجراحي اضطرابات التخثر هي عملية من العمليات اللي ممكن تنزف بشكل كتير كبير وإذا كانت دراسة المريض بوضع جيد ونعرف أنه خضابه جيد وحالة الدم عنده جيدة ما في فقر دم ما في اضطراب بالتخثر مفروض ما ينزف أكثر من عمل جراحي كتير بسيط يعني 100 سي سي مو أكثر من هيك فتحضيرات قبل العمل الجراحي مننوه عليها ومنركز عليها وعدم استسهال الاستطباب كمان كتير كتير مهم مثل أي عمل جراحي هي عملية كبرى جراحية وليست عملية صغرى ولازم نقوم بكل الإجراءات لنحضر للعمل الجراحي ونعطي مجال للمريض يعني نحن بعياداتنا لما بيجي المريض بنحط الاستطباب إذا كان في استطباب طبي وبناخذ بعين الاعتبار هواجس ومتطلبات المريض إذا في اضطراب شكلي بنعمل صور فوتوغرافي بنعمل تعديلات أو سيميليشن للعمل الجراحي وبنشرح للمريض بعض المفاهيم اللي هي ما بذهنه ممكن نذكر بعض الاختلاطات اللي ممكن تصير بعض المحددات للعمل الجراحي بعض الأشخاص عندهم طبيعة جلد صعب التعامل معه إذا كان الجلد كتير سميك أو بالعكس إذا كان كتير رقيق فهدول ممكن يشوفوا يعني عدم انتظام بسيط بظهر الأنف بعد الجراحة كل هالمعطيات لازم تتاخذ بعين الاعتبار أثناء تحليل الأنف قبل العمل الجراحي وشرحها بشكل مفهوم للمريض
يعني بناخذ بعين الاعتبار ثقافه المريض وفهمه لهالشرح. دكتور بدي احكي بنقطه جدا مهمه، هي بالنسبه للصبايا تحديدا عم يرجعوا يعيدوا عمليه التجميل مره واثنين وثلاثه، ليش؟ شو السبب؟ وكمان الوتيره عم ترجع تنتكس، فينا نقول شو السبب اللي عم يخليهم يعيدوا عمليات التجميل؟ مثل ما يعني ذكرت، عمليه جراحه الانف او تجميل الانف هي عمليه مستسهله من قبل الاطباء ومن قبل المرضى. فعما يكون في عدم تحضير جيد، عما يكون عدم فهم جيد، الزملاء الاخصائيين مو كل شيء عم يعمل جراحه انف عامل التاهيل الكافي بجراحه الانف. نعم، اذا يعني الطبيب المختص في الاذن انف حنجره هو القادر على اجراء هي العمليات. طبعا في اكثر من اختصاص عم يعملوا هي النوع من الجراحات، ليس المهم الاختصاص، المهم التاهيل الجيد. نعم. لاجراء هي الجراحه. يعني مثلا جراح التجميل بيقوم بالعمل الجراحي، أكيد خبرته بجراحة باطن الأنف والوتيرة أقل من الطبيب الأذن أنف حنجرة. طبيب الأذن أنف حنجرة بيقوم بهي العملية، زملاء بجراحة الفكين، بعض المتخصصين بجراحة الوجه كمان بيقوموا بهذا العمل. دكتور لأنه مشان الوقت ما يداهمنا، بدنا بدقيقة من حضرتك نصائح بشكل عام لهي العمليات وللمقبلين على عمليات التجميل ما يتعلق بالأنف. عملية تجميل الأنف عملية مهمة، لازم ناخذها باهتمام، لازم نشرح للمريض أهداف العملية قبل العمل الجراحي. تمام. بدنا نتأكد أنه المريض فهمان شو هي العملية وشو متطلباتها وشو الاختلاطات اللي ممكن تصير عليها والصعوبات قبل ما نفوت المريض على العمل الجراحي. والشغلة اللي بدنا نحكيها بشكل كتير دقيق، لما بدنا نعيد عملية تجميل الأنف لازم نعيدها بإيد خبيرة، لأنه إذا عدناها يعني بنفس المكان اللي عمل المشكلة قد تكون المشكلة مضاعفة بعدين والتصحيح بيصير أصعب بكتير. شكرا كثير لك طبعا الدكتور أحمد عبد الكريم مصطفى وحضرتك أخصائي بالإذن والأنف والحنجرة، شكرا كثير على هاي المعلومات اللي أعطيتنا. يعطيكم العافية. نحن بالحالة العادية بنحكي عن الأمراض والأورام والمشاكل، اليوم الجراحة لها علاقة بالجمال، فيعطيكم العافية. موضوع جدا مهم، يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية.